السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وصلت بسلامة الله إلى جنوب أفريقيا، إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، مطار جوهانسبرغ، بعثة النادي الأهلي إن شاء الله يقدم عرض رائع ويعود من جنوب أفريقيا بالثلاث نقاط. سعادة لا توصف عندما تستمع وتشاهد أحد أفراد لاعبي المنافس أو مذيعي الفريق المنافس أمثال خالد الغندور بيتكلم عن فوز النادي الأهلي على بيراميدز، زي ما بيقول كده بيتكلم وفي غصة في النفس، بيتكلم غصب عنه لأنه مش بيتكلم على قناة نادي الزمالك، بيتكلم في الإذاعة، سمعته بيتكلم في الإذاعة، فبيحاول قدر الإمكان أن يكون محايد، لكن بتطغى عليه بشكل تلقائي أو بشكل لا إرادي كره أو عدم حبه للنادي الأهلي. كلم عن فوز النادي الأهلي وعن بيتو موسيماني، وقال لك بيتو موسيماني ناجح وفاز على مش عارف إيه وكأس العالم للأندية وفاز على بيراميدز وتناسى فوز على نادي الزمالك يعني. وبعدين بيجي يتكلم قال لك لكن مشوار النادي الاهلي بطوله افريقيا والهلال تعادل وخساره من صن داونز، سيبك من الفرق اللي بيكسبها ثلاثات في الدوري يعني. وبعدين قال لك على نتيجه بيراميدز، نتيجه كبيره يعني، مفاجاه ونتيجه كبيره 3-0، وناس ان الزمالك اتغلب مش بس اللي بيكسب الاهلي، الفرق اللي بيكسبها النادي الاهلي كده في الدوري دي اربعات، ناس ان الزمالك اتغلب من النادي الاهلي، او هو يعني قاصد انه ينسى او يتناسى ان الاهلي فاز على الزمالك 5-3 في بطوله الدوري باحتواء الحكم محمد عادل يعني. وبعدين اتكلم الاخ خالد الغندور، عمل مداخله مع ال حازم مصطفى رئيس نادي المريخ، عاوز يفهم منه، قال لك لحد دلوقتي مش عارفين، لا ما الناس كلها عارفه ان المباراه هتكون هنا وخلاص، امبارح كان في كلام في البدايه وبعدين اخر اليوم اتضح كل شيء وشفنا كلنا وسمعنا الخطاب اللي اتبعت من المريخ للاتحاد الافريقي والاتحاد السوداني بيطالبوا ان مباراته معانا ده يكون في استاد اهلي والسلام يعني. اتكلم وسالوا من الحاجات برضو الهامة طبعا عن الجماهيرية، بيقول لك احنا سمعنا ان جماهير نادي الزمالك في السودان اكتر من جماهير النادي الاهلي، قال له جماهير المريخ بتشجع الزمالك وده اللي عامل توازن شوية، لكن جماهير الهلال بتشجع النادي الاهلي، ده كلام على عهدة حازم. ايضا اتكلم في حاجة مهمة بالنسبة لنا كجماهير النادي الاهلي بسؤاله عن هل مباراة الهلال والمريخ القادمة اللي هتكون يوم 18 او يوم ال 11 السبت اللي جاي الساعة الثالثة، يوم الجمعة اللي جاية الساعة الثالثة عصرا امام الهلال، هل هتكون بجماهير ولا بدون جماهير؟ قال له هتكون بدون جماهير لان الكاف محدد الكلام ده، لان ملعب الجوهرة في بعض الامور اللي الكاف كان محددها ولم يتم ايجادها او اشتراطات لتواجد الجماهير مش موجوده في ملعب الهلال. هل هنا نادي الهلال هيطلع بيان ويقول لك المريخ الفتى المدلل للكاف؟ طب هل نادي الهلال السوداني فكر انه يعتذر بعد يعني من القصه، مش قصه مباراه النادي الاهلي، ده قصه الاهلي والمريخ وكمان صن داونز، هل فكروا المسؤولين هيثم الصباط وغيره يطلعوا يعتذروا عن الكلام الفارغ اللي طلعوا قالوا على النادي الاهلي؟ ده بالنسبة لخالد الغندور. وسعادة ما بعدها، سعادة بعد الفوز بثلاثية على بيراميدز، سعادة عندما ترى المنافس يشيد بيك غصب عنه. برضو الكل والاعلام والاعلام الزملكاوي تحديدا وكلام ثروت سويلم لما تم استضافته في برنامج على قناة الحدث اتكلم وقال لك ان في توقيع عقوبات على جماهير النادي الاهلي، و أنا بتكلم في الموضوع ده تاني ليه؟ لأن أحد الناس الأفاضل قال لي خليك حيادي واتكلم عن شتيمة جماهير النادي الأهلي للاعيبة نادي بيراميدز.
علشان انا اكون حيادي، وانا حيادي بالفعل. واتكلمت قبل كده شتمت ايه وقلتها، هل في حد شتم عبد الله السعيد بالاب والام؟ هل حد شتم رمضان صبحي بالاب والام؟ هل حد شتم احمد فتحي بالاب والام؟ هل حد شتم شريف اكرامي بالاب والام؟ في حد شتم بالاب والام؟ مفيش شتيمه. في ناس يقول لك طب لا الزمالك، هو ايام الزمالك وكنت بتطالبه وشيكابالا. هو شيكابالا لما يرقص على انغام ابطال عالمين يا معرضين باللفظ بقى بتاعها، مش معرضين، هو مش معرضين باللفظ السيء، ده مش شتيمه. لكن تعالوا النهارده شوفوا جماهير النادي الاهلي هتفت وقالت ايه. يعني جمهور النادي الاهلي قال لك ايه؟ يا رمضان ارفع ايدك، الاهلي هو سيدك. فتحي يا طماع تاريخك كله ضاع. عبد الله دماغه فاضيه، قول له يا صاحب القضيه. الولا ولا هو خرم افريقيا اهو. يا رمضان بتلعب ليه؟ للطموح ولا الجنيه؟ احمد يا فتحي، عبد الله يا سعيد، النادي الاهلي لسه حديد. عبد الله دماغه فاضيه، قول له يا صاحب تاني. ما تقول لي ابقى ريفك ايه ايه امير توفيق مكيفك ولا ايه ايه، والوليد سليمان قول لهم صور النادي اشرف لهم، واللي يغور يغور مش باقي غير الجمهور. دي هتفاء بالكامل اهو، بقول لك كل حاجه الجمهور هتفها وقالها. طلعوا الفلوس والفلوس اهي والفلوس اهي، قول لي حاجه تانية غير الكلام اللي انا قلته. الجمهور النادي الاهلي قالوا، هل في سب؟ هل في شتيمه؟ انما انه يطلع ثروت سويلم على قناه وبرنامج زملكاوي يقول لك عقوبات بمناسبه ايه؟ هل انت كتبت في تقرير الحكم؟ هل عندك ما يدين جمهور النادي الاهلي؟ ولا هي بس عكنان على النادي الاهلي بتعاقبوه بسبب فوزه على بيراميدز؟ ها؟ زي برضه خالد الغندور بيتكلم عن مباراه بيراميدز، يقول لك مباراه بيراميدز عبد الله والاهلي تفوق بسبب الاخطاء وجابوا ثلاثه، لكن بيراميدز كان جات لهم اخطاء، فرصه لعبد الله السعيد ولقاي لاعب الجنوب افريقي غير كده النادي الاهلي ما جالوش الاهداف، الاخطاء اللي جات له استغلها. يا راجل يا كذاب كذاب صحيح يا غلوده. يعني انت لما تتكلم عن في هدفين ضايعين من حسين الشحات وهدف انفراد من محمد شريف، ادي ثلاثة. انا قلت حضرتك مباراة بيراميدز دي كانت انتهت على اقل حاجة ست سبع اهداف للنادي الاهلي، تقول لي اصلها. وبعدين اخيرا النادي الاهلي بيفوز على بيراميدز، ليه كسب قبل كده بيراميدز بهدفين باجيو وديانج؟ يبقى اخيرا كسب. يا خليك في نفسك، ده انت واكل خمسة خمسة يا راجل يا طيب. برضو الناس اللي بتتكلم علشان العقوبات ومش العقوبات وبيتكلموا، شوبير كان نائب رئيس اتحاد الكوره قال لك جمهور النادي الاهلي لم يتطاول على لعيبه نادي بيراميدز، كلها هتافات عاديه ومفيش فيها شتيمه ومفيش فيها اي شيء ومحدش يقدر يمسك عليهم اي حاجه. ووجه نصيحه بقى لرمضان صبحي، حط قطن في ودنك يا سيدي. يعني بيتكلم رمضان صبحي، انت بقالك سنتين مع بيراميدز المفروض اتعودت وبتاع، ما انتش بتتنرفز وبتتعصب من هتافاتكم، حط قطن في ودنك ما تسمعش. مش بس كده، ده انا من وجهه نظري بقى، ده الجمهور ده 1000، فما بالكم لما لو في مثلا في المدرجات 30,000 او 40,000 من جماهير النادي الاهلي بيحضروا هذا اللقاء. يعني رمضان صبحي هتلاقي فيه اعصاب، يلعب شريف عبد الله احمد اي حد؟ ما اعتقدش. السنه اللي فاتت ما كانش في جمهور، كان في اعضاء الجمعيه العموميه وبعض، لكن ده جمهور حقيقي، ال1000 اللي موجوده حقيقي. وعملوا ايه في الهز وخلى رمضان يخبط ويضرب وبتاع، بعض قال لك يستاهل الطرد والبعض كان بيهدي النفوس. يعني ايضا بالنسبه لمدير التعاقدات اللي برضه كلام كتير، شوبير زي ما بيقول حضراتكم اتكلم على قصه ديانج والعروض اللي جايه لديانج، وقال لك ديانج انا لو مسؤول في النادي الاهلي وديانج لن يتم بيعه اقل من 20-30 مليون يورو. يعني هو يستحقه، مش عشان بيلعب في الدوري المصري يبقى نبيعه بسعر قليل. يعني مدير التعاقدات بالنادي الاهلي امير توفيق بعد ما اعلن النادي الاهلي من خلال الموقع الرسمي لتعاقد النادي الاهلي او تمديد عقد بيتسو سفيان لمده موسمين غير الموسم الحالي، نشر امير توفيق من خلال حسابه على موقع انستجرام صوره ليه مع بيتسو متسماني من خلال جلسه التجديد. الراجل طلع من الملعب راح وقع، طلع من ملعب مباراه بيراميدز راح وقع على طول. اكتاف كانوا متفقين على كل شيء، يعني قال لك بعد ما نخلص وده، قال لك بخلاف الموسم الجاري لموسمين بخلاف الموسم الجاري، وعلق امير توفيق على الصوره اللي جمعته مع بيتسو متسماني
قال الأفضل لم يأتي بعد يا موسيماني، القادم أفضل بإذن الله للنادي الأهلي دائما وأبدا إن شاء الله. بالنسبة للاعب النادي الأهلي محمد هاني إن شاء الله بإذن الله يكون زي الفل. شفناه اتغير في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة ونزل كريم فؤاد، أدى كريم بشكل جيد. محمد هاني بيأدي مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة، بداية من كأس العالم للأندية حتى الآن يعني، وده بيخليه مؤهل، وأنا شايفه أفضل من عمر كمال بصراحة. عمر كمال في مباراة فيوتشر والزمالك كان سيء جدا جدا جدا، وأنا شايف إن محمد هاني هو اللي هيكون الباك رايت أو الظهير الأيمن لمنتخب مصر في مباراتي السنغال، اللي بالمناسبة هيحكمها زي ما قلت حضراتكم مباراة البداية الحكم جان جاك نادالة، المباراة اللي هتكون يوم 25 الساعة 9 مساء في استاد القاهرة، ومباراة العودة اللي هتكون في السنغال بنسبة كبيرة هيحكمها الحكم الجزائري مصطفى غربال. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا إن شاء الله، وبإذن الله نتأهل إلى كأس العالم. زي ما بقول لحضراتكم كأس العالم بإذن الله في قطر 2022، زي ما بقول لحضراتكم محمد هاني خرج بسبب الإصابة وهيتعمل له فحص النهاردة، طبعا هو سافر مع الباسة في جنوب أفريقيا، هيتعمل له فحص وهيبين حالته وموقفه من المشاركة في مباراة صن داونز. نتمنى أن يكون جاهز إن شاء الله لهذه المباراة الهامة. كلام كتير بخصوص صدمة نادي الزمالك في عقد محمد صبحي المنتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فاركو مع حقية الشراء لنادي فاركو. كلام كتير على أن قال لك قبل كده فاركو لو دفع 20 مليون يبقى يفعل بند شراء اللاعب. كلام مصدر من داخل اتحاد الكرة بيقول لك ان بند الشراء اللي موجود في عقد محمد صبحي لفاركو مش ب 20 مليون جنيه، ب 12 مليون جنيه. هنشوف فاركو، محمد صبحي حارس مرمى واعي، لكن في ناس كتير قلنا عليها وعدة لكن جوهم في نص الطريق وما كملوش. كنا بنقول على احمد الشناوي حارس الزمالك وبعد كده راح بيراميدز وانتهى احمد الشناوي، هل هيقدر يكمل محمد صبحي؟ محمد صبحي حارس جيد جدا، هل هيقدر يرجع او نادي الزمالك يقدر يرجعه ولا فاركو هيفعل بند اشراء؟ في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.